فقرتنا المعتادة الأسبوعية، طبعا الفقرة القانونية مع المستشار أحمد فوزي. وطبعا يعني بنستقبل معاكم استفساراتكم وكمان استشاراتكم القانونية. والنهاردة نتكلم عن الإثراء بلا سبب، موضوع كبير، موضوع يعني ممكن البعض بيسمعه لكن مش فاهمه بالشكل القانوني عبارة عن إيه. ده بقى النهاردة موضوعنا مع أستاذ أحمد. يا أستاذ أحمد، أخبارك إيه؟ الحمد لله، منورنا كالعادة. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. الموضوع برضه أول ما نسمعه كده يقول لك الإثراء بلا سبب، يعني إيه؟ يعني إيه؟ آه، هو الإثراء بلا سبب دي من الـ الـ الأمور القانونية الغير متداولة قوي، أو القضايا اللي قليل قوي بتترفع. لأنها شائكة قوي وداخلة. يعني إيه مفصصها بشويش خالص؟ حضرتك دفعت لي فلوس انا ماليش حق فيها بطريقه خطا، باي طريقه هنقول الطرق. فحضرتك كده الفلوس اللي انت دفعتها دي ادت الى ايه؟ افتقار ليك، قللت من دخلك. تمام. واثرت ليا، لاني مثلا انت جيت حولت لي بحواله بريديه، مش بحواله بريديه، بتعمل تحويل في البنك، كتبت رقم غلط على تحويل، بتعمل تحويل على الموبايل بتاعك، رحت محول مبلغ ما لحد برقم غلط، او اديت لواحد فلوس بطريقه غلط. الشخص ده انت ما تعرفوش خالص، ما بيكش بينه اي تعاملات اصلا. تمام. فحضرتك كده اديتني انا فلوس، الفلوس دي قللت من مالك، فبقيت افقرتك الى شيء من بحجم المال اللي انت دفعته، ودخلت لي دخل مش بتاعي. اديتني، عملت لي اسراء بلا سبب، بلا وجه حق. يعني واحد دخلت له فلوس بلا سبب، بدون قصد. بدون قصد، يعني واحد بيحول الفلوس لحد معين، راحت لحد، انا ببعت لحضرتك مثلا فلوس فكتبت رقم غلط، بالظبط رقم الحساب، بتبعت لي اي حاجه كتبت راحت لحد تاني. ده مثال، ده مثال بسيط، ده مثال من ضمن الامثله. ده مثال بسيط، لكن هي كلها بتتعلق بالامور الماليه. طبعا الماليه هي فقط. هي كلها ملي مال. يعني اسمها اسراء بلا سبب. واحد اسرع على حساب، فهي عناصرها ثلاث عناصر. لازم يبقى في واحد خسر فلوس، ايوه، وواحد كسب فلوس وزودت له منفعه بدون وجه حق، بدون سبب. لان لو هناك سبب ما اصبحتش اسراء بلا سبب. لانه لو هناك سبب، يعني حضرتك بعت لي حاجه وانا اشتريتها، تمام، يبقى حضرتك جبت فلوس مقابل انا بعت لك المج ده. يبقى في سبب قانوني. تمام. حضرتك اتفقت معايا على ان انا اشتغل عندك مقابل مبلغ، ده سبب راتب. تمام. لكن هناك امور مفيش سبب. ندي امثله توضيحيه. ماشي. واحد تخيل ان والده مدين لواحد تاني وراح سدد له الدين. التاني اكتشف ان والده سدد الدين ده. يعني والشخص اللي هو خد الفلوس ما قالش، ما قالش هو التاني. مش عارف. تمام. يعني فانت النهارده دفعت فلوس للراجل ده، من حقك تطالب بيه. هل بينفع ان انا اطالب بحق من حقوقي لو فلوس دي راحت لحد؟ احنا لو بنفترض مثلا على سبيل المثال انك لو بعض الشركات الخاصه بالاتصالات، يعني وهم دلوقتي بقى كلهم بيعملوا نفس الخاصيه على ما اعتقد، لو بعت فلوس من خلال الموبايل لرقم تاني واتبعت غلط، على ما اعتقد هنا انت بقى الموضوع ودي. دي يعني ايه ودي؟ صوره حضرتك قلتها تسهل على الناس. ده ودي يقول لك الشركه غير مسؤوله. الشركه مش مسؤوله حضرتك اللي بعت غلط. صح. فهنا تتعامل مع الشخص يقول لك هبعت لك الفلوس دي، يا لا انا مش هبعتها لك. تمام. القانون بقى خرج القاعده الاسراء بلا سبب. تمام. بس احنا ليه ما بنلجاش للقانون في ده؟ انت حولت 100 جنيه، انت لما عشان هترفع قضيه عشان تاخد 100 جنيه هتصرف 300 جنيه. مثلا يعني او اكتر او اقل. انا بقول شكل مصغر يعني. يعني لكن المثال نفسه اللي انت طرحته ده مثال لطيف جدا. وده اديك مثال عملي قوي والناس مش واخده بالها. تمام. حضرتك اشتريت مني شقه. انا فوجئت ان الشقه دي ملهاش رخصه وما كنتش اعرف، وقانون التصالح جاي يزيلها، فرحت دافع، رحت رايح متصالح ودافع فلوس التصالح. كان في قضيه شغاله الفتره دي في القصه دي على فكره، مش عارف من يعني. فتره ما عنديش فكره ان حد كسب قضيه على ما اعتقد، وكانت معروف انتشرت انتشار موسع على السوشيال ميديا. كانت اول قضيه